بكم في بلدكم الثاني مصر. خلق دور ريادي للشباب العربي، قمة عربية جمعت شباب مصر والوطن العربي حول قضايا التغير المناخي. حالة من الزخم تزداد مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ. خطوة جبارة جدا، احنا نؤيدها ونشارك فيها وندعمها ان شاء الله. نتفائل جدا بمخرجات القمة ان شاء الله، حضور من عالي مستوى من جميع الدول العربية تقريبا. نتمنى جدا النجاح لهذه القمة. هدفنا الرئيسي هو الخروج بتوصيات، بنحاول على قد ما نقدر طبعا ان احنا نطبعها على ارض الواقع من خلال ان احنا بنقدمها للمسؤولين، زي ما طبعا شرفنا النهارده عده دبلوماسيين وعده وزراء متواجدين. لازم الشباب يفهموا يعني ايه تغيرات مناخيه، ويفهموا ازاي نصلح من التغيرات المناخيه، ازاي نحافظ على مصر. عملنا حمله توعيه عن قضيه المناخ، ونزلنا عملنا حملات طرق ابواب، وفهمنا الناس وايه المشاكل اللي بتقابلكم وايه المفروض ان احنا نعمله وايه الاقتصاد الاخضر والتحول الاخضر. استراتيجيه متوازنه تجمع رؤى السياسة والثقافة والاقتصاد لخدمة البيئة ودراسة التغيرات الصناعية وتبعاتها. نماذج شبابية تنبئ بكوادر قيادية تعي أهمية طرح قضايا المناخ. الشباب لديه دور كبير جدا، لأنه أوعى من غيره الآن بسبب التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة المتزايدة والمتسارعة الآن. تغيير المناخ هي قضية عام، قضية دول، قضية قارات، في مؤتمرات دولية بتتعمل عليها. لازم يكون لنا دور أكيد، وده دايما بيثبته السيد الرئيس في أي لقاء من أيام كوب 26، إن لازم دايما بيكون لنا فعلا دور تغيير في درجة الحرارة. لازم ده بيأثر على الشباب، ولازم إحنا كشباب يكون لنا دور، وبيتعمل ده طبعا في اتحاد طلاب تحيا مصر وأي اتحادات وكيانات أخرى، مؤسسات المجتمع المدني، الوزارات كلها بتتعاون، بتعمل أكتر من ملتقى زي كده. نريد من كل هذه الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية أن نعد مصر لانطلاقة جديدة، انطلاقة تؤدي بنا إلى أن نكون فاعلين في الثورة الصناعية الرابعة. وتتنوع فعاليات القمة الشبابية العربية لتعتمد في مضمونها على زيادة الوعي لدى كل الفئات وخاصة الشباب، لخلق تأثير في اتخاذ قرار دولي تجاه التغيرات المناخية. وما زالت استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مستمرة، عقد لقاءات وحوارات وندوات ما بين الشباب العربي والمصري للتأكيد على الدور الفاعل للشباب، والتأكيد أيضا على مشاركة ومساهمة المستمرة للحد من التلوثات المناخية. حماد العربي، التلفزيون المصري.